بسم الله الرحمن الرحيم. Wir sind mit dem Buch Grammatik aktiv und mit der vierten Lektion. Ich esse wenig, aber du isst viel. أنا آكل قليلا، لكن أنت تأكل كثيرا. Verben mit Vokalwechsel. أفعال مع تغيير الفوكال التي هي الـ A والـ E مثلا أو الـ E، فهذه تتغير أحيانا. فهنا نرى مثلا، أظن ترون اليد الضمائر، ولدينا التصريف الأسن ونشلافن، يأكل وينام. فالـ A يصبح بعد ذلك في الـ دو والـ A زي أس إي، والـ A يصبح A. طبعا فقط في الدو والآزي اس الذي لا يعني سيحضر اليوم فقط استماع، يكتب لي او يكتب في الشات في الدرجة انه سيستمع فقط حتى اعرف. فلدينا ايش اس، دو است، هنا تغير، والاست يعني من حيث الصوت نفس يكون، فسنعرفه من حيث المعنى. وفي الكتابة إنه في اس اس، دو است، ازي اس است، في اسن، ير است، زي اسن. الاش شلافة، أنا أنام، دو شليفست وليس شليفست، شليفست كلها ساكنة، ازي اس شليفت، في شلافن، ير شلافت، und زي شلافن. طبعا هنا يقول er ist und ist und ist، يأكل ويأكل ويأكل. Bei Verben mit Vokalwechsel wechselt bei du und er sie es der Vokal. يعني عند تغيير الفوكال يتغير في ال du وال er sie es، الأنت وهو وهي والمحايا. Nicht bei allen Verben mit e oder a، يعني ليس كل الأفعال هكذا، wechselt der Vokal. فأعطانا بعض الأمثلة: Ich gehe, du gehst, ich lache, du lachst. فهنا لا يتغير. فأعطانا بعض الأفعال المهمة، wichtige Verben, mit Vokalwechsel التي تتغير فيها الفوكال. فأمثالا، حبذا لو تكتبون الترجمة لو لا تعرفونها. أمثالا ينصح، فيقول er empfiehlt. Essen, er isst. يأكل. Geben, يعطي. Er gibt. Fernsehen, يشاهد التلفاز. Er sieht fern. طبعا هنا Fernsehen من الأفعال المنفصلة، فنأخذ آخر القسم، آخر جزء، ونضعه في الأمام، ثم سائر الجملة في الوسط، وفي الأخير نحط الفعل. Er sieht fern. مثلا er sieht am Abend um 10 Uhr fern. Helfen. Er hilft. يساعد. Lesen. Er liest. يقرأ. Mitnehmen. Er nimmt. يعني يأخذ معه. Mitnehmen. نيمًا بشكل عادي يأخذ، er nimmt. sehen، er sieht، يشاهد أو ينظر. sprechen، er spricht، يتكلم أو يتحدث. vergessen، er vergisst، ينسى. werden، er wird. طبعًا من يعرف ما معنى werden؟ ما يصبح يصبح. معنى أخرى؟ سوف ماذا؟ سوف طيب يصبح سوف، لكن له معنى آخر. مثلا أقول das Päckchen oder das Paket wird gepackt. نشئت أو بنيت، مبنى بالضبط، بسيط. مبني للمجهول، مبني للمجهول، تمام. فنعرف نميز بين المبني للمجهول والمستقبل من حيث الفعل. جي باكت، حطينا الجي اي. طيب الا والا
أوملوت. أبفاغن، er fährt ab، يعني يبدأ في ال في ال في الإقلاع. في الذهاب، في الإقلاع، ليس في الإقلاع، يعني الإقلاع بالطائرة، هنا أبفاغن بالسيارة مثلا أو المترو. أنفاغن يبدأ، er fängt an. Einladen، أنفاغن يبدأ. Einladen، er lädt ein. يدعو. Einschlafen، ينام أو يقع في النوم. Er schläft ein. Fahren، يقود أو يذهب يعني. Er fährt، يذهب بالسيارة. Gefallen، يعجب. Es gefällt. Laufen، يمشي. Er läuft. Schlafen، ينام بشكل عادي. Er schläft. Tragen، يحمل. Er trägt. Waschen، يغسل. أي سؤال إلى هنا؟